السلام عليكم. بعد ما تعبناكم وفي كل أسبوع نعرض حلقة تخص المخدرات اللي هي أخطر شيء ممكن أن يوصل له الشاب العراقي. اليوم أيضا عندي اثنين من شبابنا دفعتهم الحاجة. أنا اليوم من أنظنك من قضية اقتصادية أكيد ألجأ إلى العائلة، إلى الصديق، إلى الأقارب، ولكن عندما أوصل إلى حد أمد إيدي على جاري أن أسرق، شنو اللي دفع هذين الشابين لارتكاب مثل هذه الجريمة؟ واحد محكوم سنة، واحد محكوم 3 سنوات. شنو اللي يدفع الإنسان اللي ما يفكر بعواقب أن يمد إيده ويسرق من الآخرين؟ شنو السبب اللي وصلهم إلى هذه المرحلة؟ أسئلة تدور في واقعنا. يمكن اليوم أكو 1000، 2000، 10,000 موجودين خلف القضبان، ولكن الآلاف يمكنهم لحد الآن خارج أسوار السجون، وكل من ينتظر دوره. إيش قد مواليد أنت؟ 2002. 2002، يعني هسه يلا صرت 20 سنة. نعم سلام. متزوج لو لا؟ لا لا ما متزوج. زين، احكي لي شو وصلك لهنا؟ استاذ من عوز معتازيته بوقتي بوقت استاذ معتازيته وعدته انه قاعد بيه صاحبي جاب عليه مكافأة وعلى اسمه وخذت المكافأة وعن لو عده ما بوقت بس شفت انت ايش قد حلوة قلتها لا معتازيته بوقتي ايش قد سهلة حلوة بس واحد يطلع محتاج واليوم ما شاء الله يمكن ملايين الشباب محتاجين كل واحد شي يشوف يم جيرانهم ياخذ منه ويطلع وعايشين بغابة احنا مو؟ لا استاذ ايش تشتغل انت؟ استاذ ما اشتغل قاعد بالبيت. ليش ما تشتغل؟ ماكو شغل استاذ. تبي اقتنع بهاي الحكايه؟ استاذ ما مقتنع والادمان انا عليه. لا بقضيه ماكو شغل. سعيت وماكو شغل التشهاده ما عندك. لا استاذ ما عندك. ما عندك. سعيت وماكو شغل؟ استاذ ما لقيت شغل دورت ما لقيت. اني بصراحه انا اعتبرها هاي صح. انا اقول لك القطاع الخاص والهادي يجوز تعبان يجوز تعيينات. هو الخريج والماخذ دكتوراه مدى يلقى الدراسات العليا مدى يلقى تعيين بس تريد تقنعني يعني انت لو سعيت ما راح تلقى اكثر من مكان مؤلف منطقتك انا اعتبره هذا قضيه كلام المتكاسلين ساعه ليش نام بالليل استاذ 12 11 انا ها نشيط يعني مو جماعتي يسهرون وصاير الليل الصبح وبالعكس لا استاذ ايه سماك شغل استاذ دورت والله هاي ما لقيت زين احكي لي شلون بقيت استاذ جاي امشي بالشارع انا وصاحبي لقيت تك تك بالباب اخذته شطلته واخذته وبعته انت هيج تمشي يعني شنو احكي لي استاذ جاي يعني بدون تخطيط؟ لا لا استاذ بدون تخطيط جاي امشي واخذته لقيته بالباب طابقه واخذته شلون ما بقتنع ليش استاذ ها شو راح تقتنعون الناس انت قاعد تتمشى صاحبك اي زين شفت تيك توك قلت له يلا مشي روح ناخذه وطلعت اي استاذ اني على قلبك هاي شلون تخطيط اسرع تخطيط مو لو لا هذا نعم استاذ شلون فكرت شلون رسل نفذت زين طلع صاحبه شافك شلون استاذ هي بساعته قبل اخذته شلون شغلته شطر استاذ فيشه بدلت الفيشه وشغلته واخذته زين من شغلته ما يطلع صوت لا استاذ يطلع صوت ايه؟ بس مسافه يلا شغلته زين نعم صاحبك وياك صاحب وياك استاذ صاحبك هم محتاج لا استاذ ها ما محتاج بس فاعل خير وياك اي استاذ يساعدك على المكسرات مو لو لا بعد صارت استاذ زين بيش بعته 1,200,000 تنزيلات يعني وش قد سعره صار 4.5 5 وربع 5 وربع هاي جديد نعم استاذ قلت له خذته نظيف لا اي استاذ جديد ايه احكي لي ما بعدها شنو اللي صار استاذ بعته ورجعت لي جبت لهم مسواق استاذ جبت علاج من الامي وراها 11 شهر سنه كل الاسبوعين هناك جرائم عند الاطفال هناك جرائم وسرقات عند المراهقين وهناك جرائم عند الكبار وكل فئه عمريه يعني ظروفها الخاصه يعني الطفل مثلا البيئه الاجتماعيه والبيئه الاسريه بيئه الوالدين بيئه الاخوان البيئه المنزليه هي المحضن الاول لاحتضان الطفل إذا كانت هذه البيئة بيئة أخلاقية
بيئة فيها قدوة الأب والأم والأخ الكبير، أكيد إنشاء هذا الطفل سلوكه مستقيم، ولا يمكن أن يعمل جريمة معينة أو يمد يديه إلى أموال الآخرين للسرقات. سرقات الأطفال تبدأ حسب ما يقول علماء النفس من سن 4 سنوات، تبدأ من سن 4 سنوات. والحقيقة جرائم السرقات عند الأطفال بدون شعور وبدون نضوج، يعني يشعر الطفل أنه بحاجة إلى أن يكتسب شيئا ما أو يمد يده على حاجة ما، نقود أو ذهب أو موبايل أو أي شيء آخر من ممتلكات الآخرين، دون أن يشعر هناك عقوبة سجن وهناك حرمة شرعية. الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في كتابه الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا يفهم المانع القرآني والمانع القانوني والمانع الاجتماعي، لذلك يتجه إلى سرقة الطفل دون وعي ودون نضوج. شلون عرفوا أنت يعني؟ صاحب اعترف عليه. صاحبك شلون وصلوا له؟ استاذوا الأسبوع على غير دعوة اعترف على دعوتي. ها صاحبك يمشيك؟ أي زين، اللي يعني صاحبك ما يحتاج هم نشال. أنا عبالي يشتغل شريف وقلت لي ما محتاج صاحبي. استاذ غيره هذا اللي انكر، مو البايق وياي. غيره. ها غيره هذا. زين واعترف. واعترف على المليون و200 وين وديتها؟ استاذ جبت بيه، اشتريت لي هدوم وعلاج لوالدتي ومصرف للبيت. زين عندك اخوه والدك؟ لا استاذ ما عندي اخوه. والدك؟ والدي كبير استاذ. ايه قاعد بالبيت. يعني انت بقيت؟ نعم استاذ. وذبيت الفلوس على نفسك يعني وعلى الوالده؟ نعم استاذ. اكيد هذا الكلام؟ اي استاذ. نعم اكيد. زين ايش قد دفعت الفصل؟ اكيد صارت فصل بينات. اي استاذ. ايش قد؟ 6 ملايين. مين جبتوا هاي 6 ملايين؟ استاذ من عمامي. ايه وجاءوا قعدوا عمامي بالفصل ودفعوا فصل 6 ملايين. نعم استاذ. وبالاخير ورا 6 ملايين هاي لازم يسدهن؟ لو ابوك يسدهن المسكين لو خلاص. لا استاذ من عمامي بعد ما ياخذونهم. ايه؟ شي اول مره طابوا هاي. عاونوا انا قالها اول مره واخر مره. اول مره واخر مره يزوروك لهنا يجوك اهلك لو لا؟ اي استاذ يجوني. اي يسالوك ايش سويت مو؟ نعم استاذ. زين ما سالوك من جبت الفلوس؟ لا استاذ ما سالوك، قلت لهم شو مسوي سلفه. والسلفه مين السلفه تاع طالب الثار؟ استاذ مو اطلع الصبح اقول طالع لي الشغل انا مو ما يدري ما ابغى ابغى طالع الشغل انا ما اشتغل. ما راح تدرب مخدرات ما مخدرات؟ لا استاذ لا الحمد أبد. الحمد أكيد الحمد لله. بس عامل السرعة عامل حاسم الآن، وهذه واحدة من مشاكل الحداثة والعولمة الجديدة، وبذلك أصبحت التفكير سريع جدا، يفكر ويخطط وينفذ، وهذا هو الإشكال في طبيعة الإنسان في سلوكه. يتخذ أمرين، إما أنه يخطط ونحن نسمي العلمي، وإما أن يكون مندفع ويتخذ سلوكا من مشاعره واندفاعه. الشاب الآن دمج بين الاثنين، هو قاعد خلال دقيقتين خطط نفذ وأمر، ثم بعد ذلك يقول لك على الله. طبعا هذه كلمة على الله كلمة حق أريد بها باطل، هذه الحقيقة. ما يعاب على الجيل هذا اليوم هو السرعة، عدم التأني، إلغاء التخطيط، التنفيذ مباشرة، أن يأتي الأمر بما يريده، يعني حسب النزوة، محتاج فلوس يدبرها، منو كان أمامه يكون هو الهدف، يبوق واحد، يسرق واحد، مهما كان أب، أخ، غريب، صديق، ما يهتم، لأنه بعدين احنا نحلها. هذه البعدين طبعا أكيد هي بها مشاكل أكثر من القبلين اللي لو يفكر بها. لذلك هذا كله تعود إلى البيئة والأسرة وما يعرف بالتنميط المجتمعي. المراهق دوافعه للسرقة تختلف عن الطفل. المراهق يرى أقرانه وأصدقائه يلبسون ملابس جيدة، ماركات مثلا معينة، فيريد أن يتشبه بهم. هو من عائلة فقيرة فيحاول أن يمد يده لكي يسرق من جيب أبيه، من جيب أمه، من جيرانه، من المكان اللي المحل اللي مثلا يلتقي به ويرى صاحب المحل غير منتبها، فحتى يلبس ملابس ويساوي أقرانه.
أو يرى مثلا أصدقائه في المدرسة أو في العمل أو في الشارع يقتنون مثلا جهاز موبايل متطور جدا أو لابتوب أو أي حاجة أخرى أو سيارة أو أي شيء آخر، فيحاول أن يتشبه بهم فيمد يده إلى السرقة، لأنه لم تكن لديه هناك كوابح وموانع اجتماعية ولم ينشأ تنشئة لديه قدوة في البيت. إذن شاب مواليد 2002 يشعر بحاجة وعاطل عن العمل، أكيد ترك مقاعد الدراسة نعتبره نتيجة الأزمات الاقتصادية، نتيجة الجهل أحياناً، ولكن بالتالي شنو اللي خلفنا؟ تركنا مثل هؤلاء الشباب بعمر 20 سنة، وهذا العمر الخطر من 15 إلى 20، في لحظة من اللحظات وقع بهذا الخطأ. طيب شنو اللي قدمنا إليه؟ خليناه بالسجن، راح تكمل هذه السنة، ولكن بعد خروجه أكيد في ظل هذه الأزمات أذا ماكو توسع في مشاريع الدولة، في الرعاية الاجتماعية، في استيعاب هؤلاء الشباب، الأعداد مخيفة ونسبة البطالة توصل تقريبا إلى 30%. أيضا شفنا هذا الشاب، وأيضا راح ننتقل ونشوف الشاب الآخر اللي هو عنده راتب ووضعه ربما يكون مقبول، ولكن الإغراءات اللي يوصلها الإنسان من ناحية المادة أحيانا تضرب كل الأخلاقيات اللي تربى عليها. نتابع. محكوم 3 سنوات. نعم. قضية السرقة. نعم. تخرج شاب مرتب، حتى شكلك حلو. الله يحفظك ويعزك. شو وداك لهي السالفة؟ بعد تورطت ويقول لك صديق السوء هو اللي يورط. كنت اشتغل معرض مال الألمنيوم، وصديقي اجاني، يعني كنت انا محتاج تقريبا بالمليون، مليونين فلوس ومطلوب. قال اكو من اقربائي عندهم فلوس ودائما يطلعون موظفين، نطب عليهم وناخذ الفلوس ونتقاسم بالنص. زين، انا من العوز طاوعته. زين، اتفقنا لحد ما طلعوا ورحنا ضبنا البيت واخذنا الفلوس. زين، ايش قد الفلوس؟ الفلوس ما يقارب صار بال 60 مليون. زين. قاسمتوهن؟ قاسمناهن. كل من اخذ حصته. ورا تقريبا شهرين شكوا بي، اخذوا المكافاه حققوا وياه، اعترف عليه. ولزمت بالدعوه.
اكو عجز بكثرة البطالة، يعني مثلا عندنا 30 او احتمال 40% من البطالة بين الشباب، فيضطر هذا الشاب ان يمد ايده، بس هذا الاضطرار لازم يخلي امامه انه هناك قانون، هناك عقوبة، هناك سجن، هناك سمعة، يعني سمعة الاهل وسمعة العشيرة انه هذا حرامي او لص. للاسف ما عندنا قدوة، سقوط القدوة والمثل الاعلى في المجتمع العراقي هو الذي جعل كثير حتى من العوائل الجيدة، يعني بعض الشباب من عوائل جيدة، تنشئتهم الاجتماعية تنشئة أخلاقية، لكن بديد الاستحواذ على الأشياء، الرغبة في الاستحواذ على أملاك الغير دون تعب. تشكد مواليد؟ 90. 90. متزوج عندك أطفال؟ نعم. شقد عندك أطفال؟ 3. قد أعمارهم؟ 5 سنوات وسنتين ونص بسنة. زين، لما صديق السوء هذا أخذك لهذا المكان وخلاك ترتكب هذه الجريمة اللي هي دخول بيت وتجاوز، هاي تدري هاي حتى بالعشيرة حتى بالعرف دخول مصير. زين، ما فكرت أنت شبير، يعني مواليد 90، يعني 32 سنة، ما فكرت شنو تبعاتها؟ واحد يعني أكيد الإنسان بداخله ضميره مهما يكون يبقى حي، ما فكرت؟ لا ما فكرت بساعتها. واحد تغرى الدنيا، ماكو واحد ما يوقع بخطأ. انغريت بالفلوس أول مرة هاي تسويها؟ أول مرة. شنو اللي وصلك هذه المرحلة؟ حقيقة أحكي لي. يعني اعتازيت فلوس، اعتازيت فلوس مطلوب، وين أروح؟ زين، شغل قليل هسه، حتى لو اكو شغل يعني شي يريد يومك 10,000 15,000 ازيد شيء، تشتغل عماله 25 لو 20,000 على هذا الحال ما تقدر تلمهم. ايش قد انحكمت؟ 3. 3 على ماده؟ على 43. 43. الشباب بالنسبه لهم للاسف الشديد مو رادع، لانه للاسف يقول لك شنو سنه؟ هو انا اقعد على الموبايل 13 16 ساعه 17 ساعه، فعند السنة لا شيء، انطي موبايل وقاعدة سنة، كلش طبيعي. أنا متأكد كثير من الشباب يستطيعون أن يبقون في داخل غرفة مدة السنة بس انطي الانترنت وموبايل. إذن المرحلة العمرية هي الأساس. الكبير بالعمر لا، عند السنة، لأنه في حسابات الزمنية سواء للعمرية أو سواء على مستوى البيولوجي الجسمي هي غير كافية، ولكن الأساس هنا أنا هذه هل هي عقوبة أم إصلاح؟ وهذا سؤال تجيب عليه وزارة العدل. هل نحن نقصد من هذه السنة عقوبة لفعل أم إصلاح لفعل؟ وبذلك تأتي الفلسفة الإسلامية تقول أن الأعمال بالنيات، فهل هي النية بإصلاحه أم بعقوبته؟ فإذا كانت عقوبة هي غير كافية، أما إذا كانت إصلاحا فهي كافية. وهنا الفرق منه يعمل تعمل وزارة العدل. السرقات يعني تتنوع بالنسبة للأعمار، الأطفال والمراهقين والكبار، لكن نرى نحن الآن في المجتمع العراقي غياب القانون، ضعف الجهة الأمنية، نرى سرقات كبيرة وعصابات منظمة للسرقات. يعني أحيانا يعني يكون دوافع السرقة شرب الخمر، المسكرات أو المخدرات مثلا، يعني هذا يشرب مخدر أو يشرب مسكر ويحاول يكسر محل أو يسرق بيتاً لجيرانه أو أهله أو أقاربه. حقيقة الوضع السياسي المرتبك، الفوضى الخلاقة التي صنعها الاحتلال الأمريكي في العراق خلت القانون ضعيف، ونشأت عصابات للسرقة، البطالة، الحرمان الاقتصادي، كثير من الشباب والمراهقين وحتى البنات حقيقة، يعني تكثر 30 سرقات عند البنات بالمناسبة، خصوصا الحاجات اللي يمتلكنها. يعني أنا سمعت عن حالة من السرقات للموبايلات في داخل المدارس، معلمات أو مدرسات مثلا أو دوائر رسمية أو موظفات. فحالة الحرمان الاقتصادي عند بعض العوائل تدفع الرجل أو المرأة أو الطفل أو المراهق لأن يستحوذ على أشياء الآخرين.
أنا بعدني ما مطلع على الملف مالتك، أريد أطلع عليه هسه. زين، أنت انحكمت نتيجة لسرقة 25 حصتك، حاسبك على 25 لو كله هو أصلاً. لا لا لا، على 25. على 25، إيش قد دفعت بدالها؟ دفعوا 50 مليون فصل. العشيرة والأهل، لو أهلك بواحدهم شالوها؟ أهلي والعشيرة. زين، يعني زاد الطين بلة. زاد الطين بلة، وهذا الوضع. يعني انت بس اريد اعرف، يعني من اقبلت على هذا الشيء، هذه الحسابات مالتك ما حسبتها كلها؟ ما حد يحسب. واحد من تجي يعني ساعه الشيطان ويركب الشيطان، يعني كل شيء يسوي. زين، اريد اعرف الشعور. اكيد انت قبل بيوم عندك تفكير راح تتم هاي القضيه، متردد يعني. احكي لي بينك وبين نفسك، هذا شوف حوار الروح وصراع الضمير مهم جدا قبل ارتكاب اي ذنب. نعم. مو لا لا، شو تسولف في نفسك؟ راح الغيها، ما راح اروح، حرام. تباع على بناتك نايمات بالليل؟ حق عالم. يعني هواي هواي جتني افكار، واريد الغيها. النوب افكر انا مطلوب، شلون راح يجوني؟ شلون راح يقفون على فلوس العالم؟ شلون العوز؟ شلون مطلوب؟ يعني كنت بوقتها مطلوب مليونين، مطلوب 3 ملايين. زين، انا من انا شغلي مو قوي، ما تقدر يعني تلم من عنده، منين تجيب له؟ ضليت بين النار والجنة، حد ما احترقت بالنار. هو الاندفاع للسرقات، تتنوع الاندفاعات، مرة هوس عقلي، مرض الدغر يسمونه بعلم النفس، اللي هو يعني حالة نفسية ورغبة اندفاعية لا يستطيع كبحها الإنسان، فيشوف نفسه مديدة على شيء وأخذه. هذا مرض هوس عقلي، مرة يكون بهالشكل هذا حتى وإن كان شيئا قليلا، ومرة لا، حرمان. يعني أنا عندي عملية الوالدتي أو والدي وتحتاج لها 20-30 مليون، ما عندي فأمد، بس هذا ليس سببا شرعيا لكي أمددي على أملاك الآخرين وأستحوذ على أموالهم وأكسر محل حتى أسد فاتورة الطبيب مثلا. يعني لا، هناك قوانين، هناك أخلاق، هناك قيم، هناك حرمة شرعية من السرقات. علاجها شلون يتم علاجها؟ أولا علاجها خلينا نقول الحكومة لازم توفر عمل كافي لكل أفراد الشعب، والعراق ما شاء الله غني وبي يعني مجالات كثيرة للوظيفة ومجالات كثيرة للعمل، حتى يستطيع الإنسان أن يعني يحصل على الراتب ويحصل على مصدر رزقه بصورة شرعية ويسد نفقاته. حقيقة هذه مثل مراحل الإدمان، اللي يصل إلى مرحلة لا يستطيع، هو يعرف أنه هي ضرر، ويعرف أنه هي مؤذية، ويعرف أنه ربما هلاك وموت من وراها، ولكنه لا يستطيع. احنا نسميها في علم النفس نقطة الانهيار، عدم التحمل، وصل إلى نقطة الانهيار. الإشكال وين؟ ليش قبل ما كان موجود ولماذا الآن؟ لأنه قبل كانت نقطة الانهيار عالية جدا لدينا نتيجة الثقافات الدينية، معايير الدينية والأخلاقية والعشائرية والقانونية، علت من نقطة الانهيار مالنا، مو سهل ننهار، عندنا تحمل عالي جدا. أنا دائما أضرب مثل، كان العراق في حرب، عسكري يطلع منه وهو حرب ويروح الجبهة وقد يموت، لو يموت وكذا، وما يصل إلى نقطة الانهيار. أي بمعنى، أيها الشباب الموجودين الآن، شباب الثمانينات والتسعينات تحملوا أكثر مما موجود الآن عليكم بعشرات المرات، لكن ما تناولوا مخدرات ولا سرقوا، وكانوا محتاجين أكثر، وكنا جوعا أكثر، لأن نقطة الانهيار مالتهم عالية جدا، وقوة التحمل عالية نتيجة ماذا؟ التنشئة الاجتماعية، من الأسرة، عشيرة، قانون عالي، تربية عالية، مؤسسة تربوية وعلمية عالية راصينة جدا، مؤسسة إعلامية ضاغطة تمنع. الآن أين مؤسسات الرقابة؟ ليس من المنطق أن مواقع التواصل الاجتماعي تدخل على المواقع الإباحية تنتحل صفات، تدخل على رئيس الجمهورية، على وزير، وعلى سفير، وعلى مدير عام، أنت يمكن بالسنة كلها ما تقدر تقابله، تفوت عليه وتشتمه وتحكي عليه. هذه مو ديمقراطية. هذه كلها عجلت من نقاط الانهيار وقللت من قوة التحمل. شبابنا الآن لا يتحمل، فمباشرة على أي ضغط يلجأ إلى أول حل، اللي هو الحل الآني، واللي هو أكيد خطأ.
زين بهالحالة أهلك شنو كان موقفهم؟ صعب بزيارتهم إليك بحديثهم معك؟ يعني صعب هواي أكو عتب أكو هواي حكي يعني خيبت أمل هواي. راح تقدر ترجع حياتك الطبيعية ويا زوجتك وأطفالك؟ حيل الله إن شاء الله. متأكد؟ إن شاء الله. ثق بيك بعد الأهل يثقون بيك؟ لا لا إن شاء الله لأن أنا ما عندي يعني زايدة وناقصة وما عندي سوابق ما عندي طلعات مو زينة يعني أنا حتى تدخين ما أدخن دقايق فما عندي يعني بس هاي الشغلة صارت رهمت والشيطان رهمها مو زين. هذا الخبيث اللي 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 أخذكم على أقاربه إيش قد الحكم؟ الحكم 6. زين وهم يدفع فصل ما فصل؟ اي اكيد اكيد. عندك معلومه ايش قد دفع فصل؟ ما عندي بعد يعني ماكو اي تواصل. زين ذول المساكين اللي انباقوا شنو ذول تجار موظفين شنو؟ لا لا موظفين. موظفين فوقها يجوز ماخذين لهم سلفه مو ولا؟ اي اكيد. ايه؟ اكيد. هو اجى سولف يعني سلفه مالتهم فلوسهم بالبيت مخليه. بس هو تبع ايش قد المده ما بين السرقه وما بين القاء القبض؟ تقريبا شهرين. ما لحقت يعني تتهنى؟ شهرين ونص. ايه. ما لحقت تتهنى؟ لا لا الحمد لله وشكر ما تهنيت بيهم. ايه. وتعاقبت عليهم. وين وديتهن البقية 20 مليون؟ انت خمسة قلت لي مطلوب. صرفتهن البقية يعني حتى ما صرفت من عندنا هواية. ما صرفت من عندنا هواية، مصرف للعائلة وللبيت وأجارات وبقن الفلوس على حطتهن. أبو عليهن متندم من اسم الجازين لا تقدر أنت اللي ترجحهن تعترف بذنبك ولا أنت اللي وين أصرفهن فبقن وتعاقبنا عليهن والحمد لله والشكر. ندم بعيونك مو؟ حيل. ما متخيل أنت يمكن أبد في يوم من الأيام راح تكون هنا. صعب هذا المكان حيل يعني إيش قد هسه واحد يريد يفكر برا إيش قد تفكر والعالم تحكي هسه أنتوا دخولكم هنا وتصويركم بس ساعة واحدة ساعة واحدة يمكن تعادل مليارات برا. ثوب الحرية النزع وواحد يموت ويندفن أفضل له وأشرف له ما يعيش هنا ساعة واحدة. ساعة واحدة مو يوم ولا سنة. يجوز واحد يفكر يقول سنة سنتين عادي يعني حكم أنا عليها وراها أطلع وأنا تسوى السرقة مثلا أخذ لي 10 ملايين 20 مليون. لا والله بالقرآن لو مليار مليارين ساعة واحدة هنا ما يتعوض. ملابسك انت هاي ملابسك تتندم عليها تصير حسرة عليك مو طلعتك ودخلتك والطبة والروحة والجاية. احنا كنا برا نقول حياة ملل وين تروح؟ لا الملل ماكو برا كذب. هنا الملل هنا الملل ايه هنا الملل هنا الموت هنا الضيق 24 ساعة بغرفة بيها نزلاء هواية 24 ساعة واحد حركتك مو كيف انت عابد سلبت الحرية ثوب الحرية النزع دخلت ثمن الحرية غالي مو؟ ما يتقيم ما يتقيم ابد ابد يعني قلت لك اللي يموت ويندفن اشرف له من السماء للقاع ولا يجي بهذا المكان صعب حيل وما يحس بيه الا الله يكفيكم شره الا اللي يدخل بيه. كنت ازور انا عند اصدقاء ازورهم بالسجن يعني نضحك ونسولف واخابرهم يخابروني بس ما كنت اتصور هيك ضيم وهيك قهر وهيك مكان وهيك عصره وهيك حسره بالقلب ما تتعوض ابد. هناك ينبغي أن نبدأ بالعلاج من العائلة. الأب والأم يربون أولادهم أنه هذه حرام عليك تمديدك على سلعة غيرك وإذا اضطريت أن سرقتها تروح تعتذر وترجعها للجيران أو ترجعها صديقك بالمدرسة. هسه الآن كثرة السرقات الخفيفة حتى طلاب الروضة يعني يأخذ دفتره يأخذ قلمه يأخذ مقطعته. على الأم من الروضة من عمر 5-6 سنوات أن تعلم طفلها ما يمديده على حاجة غيره شنو محتاج تعال قل لي أنا أشتري لك فتنشأ بعدين بالمدرسة. المعلمة ينبغي أن تكون أيضا مثل أعلى في تعليم الطلاب وتأديبهم على عدم السرقة وعدم مد إيدهم على حاجات الآخرين. في الإعلام أيضا الإعلام أنتم ضروري أن تكون هناك برامج أخلاقية لحب الفضيلة للأمانة للنزاهة
وما أكثر البرامج وما أكثر القيم الأخلاقية في تراثنا الإسلامي وتراثنا العربي والقصص العربية. الحقيقة الإعلام مقصر بالجوانب الأخلاقية لتربية أبنائنا وتربية المراهقين والشباب. نمط المجتمعي الآن نمط متسارع، يحب السرعة في الإنجاز، أي يعني علينا إحنا أيضا كآباء كمؤسسات إعلامية كمؤسسات تربوية أن نخفض من سرعة الإنجاز. ما نطلب دائما للشباب أنا قلت لك الآن هسه سويها، يجب أن نعلمهم أن الدنيا عبارة عن مراحل، الحياة عبارة عن محطات، الإنجاز يكون في آخر محطة. هذه فلسفة من فلسفات الحياة التي اندثرت وكان التنميط الاجتماعي نحو السرعة في الإنجاز. إذن علينا مراجعة كل هذه المؤسسات وتحملها من المنهج في التربية إلى التعليم إلى القانون وتطبيقه إلى المؤسسات الإعلامية اللي الحقيقة أيضا إلها الباع. وأنا مرة أخرى أقول يعني أستاذ حيدر، يعني ممكن إحنا حاتين هذا كثيرا، خلنا نذهب إلى مؤسسات الإعلامية، خلنا نقف بهذه الجزئية. قناة العراقية لديها من برامج اللي التوعية المجتمعية مثل هذا البرنامج، وأحييكم مرة أخرى عليه. أتعلم أن هناك قنوات ما عندها فقط السياسة، ليست لديها أي برامج في التنمية الاجتماعية ولا الإنسانية؟ لماذا؟ هاي مفروض عليها وزارة الإعلام وهيئة الاتصالات والجهات المسؤولة تضغط عليهم، تعطيهم ساعة باليوم يجب أن تكون تنمية بشرية وتكون تنمية اجتماعية. ما أي ربط أنه يشاهد لو ما يشاهد، هذا ليس موضوعي. الأنبياء إذا كنا ننتمي إلى الفلسفة الإسلامية بعثوا الرسول تعالى، ماذا قال الرسول؟ ما عليك النتاج، عليك تدعو فقط، عليك الدعوة فقط، تبلغ، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الإعلام عليه التبليغ وليس عليه أن يرى المشاهدات وماذا تأثر المجتمع. ومرة أخرى أقول كثير من القنوات المشهورة والتي لها صيت لكنها ليس لها أي وقفة سياسية إنسانية، وقفاتها سياسية لأنها منفعية، لأنها لديها حساباتها الخاصة. مرة أخرى هذا موضوع مهم جدا وعلينا أن نتوقف به وأن نعطيه الدفعة المادية والمعنوية. هذه الشعور اللي قاعد تحكي بيه مناسب، احنا تدري صار عندنا خبره من خلال تعاملنا مع السجناء، اعرف منو اللي قاعد يريد يرضي الحديث والتصوير والكاميرا، واعرف منو اللي قاعد يتكلم بوجدان. لا لا الحديث واحد ما له علاقه، بس جاي احكي لك اللي انا عايشه. عفني انا، عفني انا، شيل من عندك هاي الناس، الكاميرا امامك، اريد من عندك رساله توصلها من داخل السجن. اول شيء للناس اللي بعدهم لم يلقى القبض عليهم، لان تدري اكو هوايه بعد حر طليق، وايضا لعائلتك، شنو اللي توصله وللمجتمع؟ تفضل. يعني المجتمع او خاصه الشباب، يعني الشاب هسه لو يشتغل، احنا جبناها على الشغل ونقول 10,000 5,000 يدفع عربانه وبهذا الحر، و5000 دينار او يفتح له بسطيه مال مي مال دقاير ويعيش بيها ولا يمد ايده على كنوز الدنيا ويرجع يتعاقب، وعقابها يعني ما اقدر اوصفه لاي واحد. وان شاء الله شبابنا ما يمرون به. نصيحه للكل اللي يقول ماكو شغل، لا اكو شغل، حتى لو 5,000 10,000 تعيش من ادها وتعيش ويا عائلتك وتشوف اطفالك وزوجتك ووالدتك ووالدك، ولا انت عندك مليار مليارين، عندك سياره، عندك بيت، عندك فلوس وراها تتعاقب، راح تمر بشيء ما راح تتصوره ابد وراح تتندم. انت خاتمتك هم اريد نفس الشيء، شو تقول للناس حتى ذول اللي بقيت من عندهم؟ والله استاذ انصح هاي الشباب ان تشتغل وما تديها على حرام، وهذا مكان صعب، صعب نعاش فيه استاذ، ونحن نادمين، السجون صعبة أستاذ، والشغل أحسن
من هذه الذله، والله ذله هنا استاذ. وانصح كل شاب عراقي يشتغل ويعين اهله استاذ، وحتى لو 5000 يشتغل ولا يجي لهاي الذله. الاب والام يكونون المثل الاعلى في النزاهه وعدم يعني السرقه، هم كعائله ويعلمون اولادهم اولا يسدون حاجاتهم ورغباتهم من حيث الملبس والمأكل والحاجات، خصوصا الحاجات الإلكترونية. الآن معظم الشباب يريد يقتني الآيباد واللابتوب والموبايل مثلا والأشياء الأخرى، فسد حاجاتهم ورغباتهم حتى لا يمد إيده. هذه المنشأ أو المحضن الأول، ثم المدرسة، المعلم، المعلمة. ضروري أن يكون هناك، أنا أدعو دائما في وزارة التربية أن يكون هناك درس التربية الأخلاقية، ضروري جدا أن يكون هذا الدرس من الروضة وحتى الجامعة. ثالثا غير المدرسة، وسائل الإعلام، الصحيفة المقروءة والمسموعة والمرئية والإنترنت أيضا، حتى أفلام فيديو بالإنترنت ممكن أن واحد يسوي مثلا فيديو للأمانة، فيديو للنزاهة. وهذا التنميط أيضا المجتمعي أثر على الثقافة، كيف نعطي ثقافة ودفعة، كيف نربي، كيف نستطيع أن نعطي لهذا الجيل، نعطيه الهدوء. لاعب كرة القدم أحد المدربين من يشوفه مرتين ثلاثة يضيع أقوال شو يسوي له؟ يقول له اهدأ فكر، يسوي له. ليش؟ لأنه يريد من عنده أنه يرتاح ويتخذ قراراته بصورة صحيحة. كذلك الشباب، احنا الآن ندعو، وواحدة من دعواتنا أنه يا السياسيين خفضوا، هدئوا، أنطوا مجال إلى الحالة الاجتماعية، للبحث الاجتماعي، أنطوا المجال للمؤسسة الإعلامية تنطي دورها. الآن كل ما نمر به من أزمات في العراق، المجتمع العراقي كان غائب، الصوت الذي ينطق هو السياسي فقط والشعب كم لكن لا صوت له. طيب يشير إلى الشعب، ما نعرف، ما إلى صوت. الإعلام يحاول أن يكون صوت الشعب، ولكن الشعب أيضا منتبه إلى السياسة أكثر من منتبه إلى نفسه. هذه طبعا ثقافة من ثقافات اللي نحاول أنه رجع الشعب إلى إنسانيته، أنه أنت مهما كنت ترى أنت بالتالي إنسان، هناك مشاعر وهناك سلوك وهناك عائلة وهناك ضوابط وهناك قانون، عليك أن تدير كل هذه اللعبة اللي هي لعبة الحياة لكي تصل إلى تحقيق أهدافك. وصلنا إلى الختام، ولازم نعقب على ما شفناه بهذه الحالتين. ندائي إلى مؤسسات الدولة، مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الدينية، وهواية حاولنا أن نعالج مثل هذه المشكلة، ولكن التراكمات كبيرة والتحديات خطيرة جدا. هذا الشاب لمن قاعد يوصل إلى مرحلة فقدان الأمل، فقدان الروح بالحياة، بالتالي يتحول إلى هذه الصور، وهي يحاول
أن يبحث عن الكسب غير المشروع. شنو اللي قاعد يصير؟ هو قاعد يشوف المقابيلة صار عنده سيارة حديثة، صار عنده وظيفة، هو بنفس العمر وياه مثلا، انفسحت المجال، انفسح المن إلى هذا الشخص، وبالتالي تتولد رغبة في داخل هذا الإنسان ويحاول أن يعبر عن هذه الرغبة وين؟ من خلال الحصول على المال دون تعب. أكيد أكو المفروض مصدات تتعلق بجانب عقائدي، بجانب أخلاقي، بجانب عشائري، ولكن للأسف أذان فقدت انتهت القاعدة الاجتماعية. شنو اللي قدمته الدولة بهذا الجانب؟ شنو اللي ممكن راح تقدمه؟ أعتقد مجرد هي حلول ليست جذرية، لأن بالتالي إذا نشوف القطاع الخاص مهمل، وأكيد المصانع التي أغلقت، وبالتالي هذا الشاب يروح لو يشتغل بكوفي، لو يشتغل حمال، لو يشتغل بشمبر، ويا ريت يقدر يسد رمق أهله وعائلته ونفسه، وممكن أن يتزوج ويفتح بيت، وهذه المشاكل الاجتماعية الكبيرة. إذا نستمر وياكم في كل أسبوع نسلط الضوء على هذه المشاكل العقيمة، وبالتالي اللي يتحول أصحابها إلى مدانين ومن ثم يخرجون من السجن. شنو اللي قدمنا لهم؟ حاسبناهم وفق القانون، ولكن اجتماعيا هل استطعنا أن ندمجهم من جديد مع المجتمع؟ ممكن أن يمارس حياته بشكل طبيعي؟ هذا السؤال اللي يبقى حائر ويحتاج إلى جهد مكثف في المجتمع. ألتقيكم في أسبوع القادم إن شاء الله، وحلقة جديدة من برنامج مدان خلف القضبان.